سلام يا جماعة، كيفكم؟ اليوم الخاطرة أو النصيحة طبية بحتة لكل حدا أولاده بيعملوا أونلاين سكولينج، أو أنتوا طلاب جامعة تعملوا أونلاين وبتقعدوا كتير على اللابتوب والديفايسز. قاعدة عم بشوف كتير بالعيادة هاي الأيام تين ايجرز وطلاب بأوائل العشرينات they are suffering from TMJ pain. When I examine them, I see very clearly that they have very stiff. عندهم عضلات الرقبة هون. هاي عضلة الرقبة بالذات اللي على جنب. إذا كانت stiff قاعدة عم تعطي pain، بشعره الطفل أو الشاب في أذنه، والأذن بيكون سليمة، أو بتعمل له صداع. غير طبعاً TMJ pain اللي بيكون شد عضلات المفصل. فضروري إذا أنتوا أولادكم بيعملوا أونلاين سكول تراعوا شغلتين كتير مهمين. أول شغلة إنه تراعوا وضعيات الجلوس وهم قاعدين على الديفايسز تاعتهم. ضروري يكونوا قاعدين ابحثوا عن موضوع الإرغونومكس اللي هي وضعيات الجلوس مع الإلكترونيات، إنه الواحد يكون قاعد على كرسي ويشوف كيف يكون ظهره. وحكيت عنها أنا في فيديو قبل على اليوتيوب، أحط لكم رابط تبعه بعد شوي. يكون العين على مستوى الشاشة، الواحد ما ينزل راسه، هاي الأمور كلها، هاي رقم واحد. ثانيا، لأنه أغلب الناس قاعدة عم بتكون قاعدة، ولادها يمكن على التخت مطعوجة هيك على جنب، أو سلوتش في الكرسي كتير، فكله هذا بيسبب ضغط على المنطقة. ثاني إشي، ضروري إنهم أولادكم يتحركوا، يعني بس يخلصوا أونلاين ضروري تدخلوهم في نشاطات رياضية تقوي منطقة الأبر بادي وتعمل ستريتشنج لهاي الأماكن. ضروري جدا، أولادنا قاعدين عم ينمو بطريقة كروكيد، بطريقة خاطئة، فبدناش يطلع جيل جسمه كتير تعبان بسبب وضعيات الجلوس الخاطئة اللي هلأ هم بتشكلوا جسمهم فيها وبينمو فيها. فضروري إحنا كأهل نوازن ما بين قعدتهم على الإلكترونيات وما بين نشاطاتهم الجسدية، وبالذات حركتهم في هاي المنطقة، سواء سباحة أو بيلاتيز أو يوغا، أو الأولاد يلعبوا كرة. ضروري إنهم يتحركوا أولادنا، لأنه عن جد ظلم لهم قاعد عم بيكون القعدة على الإلكترونيات بشكل مستمر وكبير. يعني أطباء العظمية بيحكوا لي قاعدين عم نشوف حالات لأولاد بالتين ايجرز وبأوائل العشرين زي كأنه نشوفها كنا زمان بالناس اللي عمرهم 60 و70. فقعد عم بصير مشكلة كتير كبيرة في الجيل الجديد بعظمه وبنموه وبقلة حركته وبوضعيات الجلوس اللي بتسبب انحناءات شديدة في الأكتاف لقدام ووضعية الراس لقدام. فبس حبيت أشارككم هاي النصيحة، لأنه فعلاً قاعدة عم بشوفها بشكل متكرر وصارت كأنها ظاهرة ما بين التين ايجرز في العالم.